هذا كلام الأوائل. بالنسبة لدلالة الألفاظ في القرآن تنقسم إلى هذين القسمين، إلى واضح الدلالة وخفي الدلالة. طيب. بالنسبة لواضح الدلالة، يعرف الإنسان دلالته، يعرف معناه، يعرف أن قوله فاستقم كما أمرت تقتضي اجتناب النواهي وامتثال الأوامر والصبر لأمر الله والانقياد لحكمه، وأن هذا هو الذي أمر به الإنسان عندما أمر بالإسلام، وهو الاستسلام لله جل طيب. جلاله، وهكذا. ثاني. فهذا كل الناس يعرفونه، أطفالا كبارا صغارا نساء، كلهم يفهمون هذا من دلالة اللغة إذا كانوا من الناطقين باللغة العربية. أما القسم الثاني فهو ما لا يجزم الإنسان بأنه من معنى اللفظ، ولكنه يومئ إليه اللفظ بإشارة. وهذا مثل ما يؤخذ من الأعداد، وما يؤخذ من بعض الاشتقاقات الكلمات. وهذا بابه مفتوح، هذا بابه مفتوح، لكن ليس تفسيرا للقرآن. أنا الآن إذا قرأت في الرقية سورة الفاتحة، فإني أنوي فيها معاني ليست هي معاني معانيها جملة. فمثلا أنوي بقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أن من ذلك هذه القراءة، إياك نعبد بهذه القراءة وإياك نستعين في شفاء هؤلاء المرضى، اهدنا الصراط المستقيم منهم صراط السالكين لطريق الله الساعين لشفاء عباد الله، صراط الذين أنعمت عليهم بالإجابة غير المغضوب عليهم الذين لا يستجاب لهم، ولا الضالين الذين يستجاب لهم على معصية فيسلكون غير المنهج الصحيح في الرقية. وهذا غير المذكور في هذا التفسير. ليس مذكورا في التفسير، لكنه ولا بأس به. لا بأس به. طيب، هل يشارك لأنه قطعا داخل في معاني في عموم المعاني. هل يتشارك به الإنسان مع غيره معنى يخطر له مثل هذا الخاطر فيحدث أصحابه، أو هو من لا التدبر الخاص؟ لا حرج في إخبار أي أحد به، فيكون باب التعليم. نعم.